متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من خدمات اليوم السابع. انا هاني فتحي، مراسل اليوم السابع في محافظة بني سويف، ومتواجدين في منزل الدكتور رفعت فتحي اللي تعرضت سيارته بالامس لتكسير من قبل احد الاشخاص، وايضا عملية ترويع لزوجته واولاده من خلال احد الاشخاص اللي قام ب تكسير السيارة. دكتور رفعت، أهلا بحضرتك على تلفزيون اليوم السابع، يا ريت تحكي لنا تفاصيل الواقعة. أهلا وسهلا بك يا فندم. هي الواقعة بدأ كانت يوم الجمعة الصبح. أنا المفروض إن أنا ما بطش مستشفى عزل واسطة كل يوم جمعة 24 ساعة من 9 الصبح. القصة بدأت إن أنا كنت بعمل بلبس وخلاص مجهز نفسي عشان أروح المستشفى عشان أمر على القسم. فوجئت بالمدام بتكلم حد في البلكونة بعد ما سمعت صوت جرس وتخبيط على الباب بطريقة مش طبيعية. المدام اللي انا عرفته بعد كده كنت سامع حاجات كده وانا في الحمام، بس كنت سامع ايه بس عرفته بعد كده. المدام بتقول له ايه اللي حصل، فبتقول له مالك، فبيقول لها المدام عندي تعبانه وبعت للدكتور فورا عشان يكشف عليها. فبتقول له الدكتور رايح لبطش العزل دلوقتي في المستشفى وما ينفعش ان هو يجي معاك في الغالب، بس برضه الدكتور هيطلع وقت حنا. قال لها هيجي معايا والا هكسر العربيه. انا طبعا طلعت على الكلام ده، فبقول له في ايه؟ المدام لما دخلت قالت لي انا طلعت. طلعنا انا وهي بنقول له في ايه؟ اتفاجئنا انه بيجيب بيميه على حجر من قدام البيت وماسكه وقع على العربيه. فالمدام بتقول انت بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بيقول لها هكسر العربيه ما راحش معايا. وفجاه انا قلت له انت بتستعبط، ما اعرفش هو عايز ايه يعني. انا ما طلع كده اول كلام ليا واول مره اشوفه، ما اعرفش هو الشخص ده عايز ايه، عايز هو عيان معاه مريض مش عارف، ما لحقتش اتكلم معاه، ما ادانيش فرصه ان اتكلم معاه. فانا بقول له لما بقول هكسر عربيه ما اروحش معايا يروح معايا. فقلت له انت بتستعبط، جه فعلا ما كسر عربيه، كسر الازاز الامامي، البربريز الامامي نزله على الارض، الازاز الباب الشمالي الامامي والخلفي كسرهم تكسير كامل. انا مذهول، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. نزلت عشان طبعا الاولاد لما سمعوا صريخ المدام هو بيكسر في عربيه، الولاد طلعوا في البلكونه طبعا كلهم وقفوا قدامه. فانا خفت جدا، جه في دماغي انه ممكن خلاص هيخلص تكسير العربيه هيبدا بقى يحد في طوب انسان مش طبيعي، هيبدا يحد في طوب على الناس اللي موجودين على الاولاد والمدام. نزلت جر احوشه او اتفاهم معاه او ما اخلوش يعمل كده او احاول احمي اسرتي على قد ما اقدر. اتفاجئت انه جاي بالحجر وجاي يخبطني هنا على دماغي من غير اي تفاهم. انا مع كل اللي انا ما اعرفش، ما قابلكوش وما ردتش عليه ولا قلت له انا هاجي او ما هروح او ما هروحش بالظبط، ولا قلت له هاجي او ما هاجي، انا ما اعرفش هو عايز ايه اساسا. كل حصل كده في غفله يعني، الناس حشوه ومشي ركب موتوسيكل ومشي. بقول المدام في ايه في ايه؟ قالت لي ده مراته في البيت تعبانه وعايز ياخدك البيت وما ما صبرش. انا بقول الدكتور عنده نبطشيه عزل، جه قايل لي كده ومسك الحجر وكسر. وبرده قالت له انه ان انتظر الدكتور، يعني هو لو في طريقك. قالت له انتظر، قالت له ثواني اشوف الدكتور ده قبل ما الفيديو صار. انا لسه ما طلعتش خالص، قالت له ثواني بس اشوف الدكتور. فهو ما استحملش، قال لا، هو رد فعله لو ما نزلش معايا هتشوف ايه، لو ما نزلش ما تتكلميش انت خالص، لو ما نزلش معايا انا هكسر له العربيه. الكلام ده انا كنت سامعه في الحمام يعني، كنت انا لسه ما خلصتش لبسي يعني، صوت خفيف. طلعت بستفهم في ايه، احنا متعودين في طبيعه يعني ان شغلنا ان انا كل اللي جاي مع حاله تعبانه، ففي درجه يعني عذر شويه ان واحد الحقني بسرعه يا دكتور مش عارف ايه. فخلاص انا فاهم انه ممكن يكون مع حاله تعبانه تحت الباب ومقدر، وانا بقدر الكلام ده، كل الناس عارفه عني كده. انما كوني الاقيه بيتكلم كده وماسك حجر وبيكسر في العربيه وهو لسه ما اتقابلش معايا، حاجه مش طبيعيه. بس بعد القصه دي وانا فهمت القصه دي رحت عملت محضر شرطه في اسم شرطه الواسطه. بصراحه الجماعه كلهم هناك متعاونين جدا جدا جدا، عملوا المحضر بكل سلاسه، ما تعبتش خالص وما طولتش يعني. على بعدها بساعتين كنت مخلص الاجراءات كلها ورحت النيابه. فروح في النيابه كلمت الدكتور نقيب الاطباء دكتور مصطفى هارون، تفاعل معايا وكان زعلان جدا جدا. كل الاطباء اللي شافوا الفيديو، الزملاء الافاضل، تفاعلوا جدا جدا وزعلوا جدا جدا، كله خايف لحسن الموضوع ده يحصل معاه وعربيته تتكسر قدام ده. والحمد لله رب العالمين يعني عملت كل الاجراءات بسرعه، واحنا دلوقتي في انتظار تكمله بقيه الاجراءات يعني. طيب اسمح لي يا دكتور، يعني انا اسمح لي في سؤال اللي كان الرد على صفحات التواصل الاجتماعي، كانت بترد بتقول هو ما رضيش يروح ليه معاه؟
تمام. يعني انت اسمح لي برضو انا بنقول لك كلام الناس، انت ما روحتش ليه معاه؟ بالعكس يا فندم، ده سؤال جميل جدا جدا. يعني ان انت ما روحتش، يعني الناس متوقعه ان انت رفضت من الاساس انك تروح معاه. هو اغلب اللي قالوا كده متهيئ لهم ان انا كان في كان حوار قبل الفيديو ده، وانا رفضت، وبعد كده الفيديو بدا يتصور. والله العظيم انا لا شفت الراجل ولا اعرف مين على الباب ولا حصل مني كلمه له. طب كنت ناوي تعمل ايه؟ لا في تليفون، لو كنت ناوي اروح معاه انا مع عمر اتاخرت لحد لو كان واجهني. اي حد في البلد هيقول لك الدكتور رفعت كان هيروح. كنت هتصل على زميلي اللي موجود في المستشفى، معلش انا اخر عليك 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه، ما فيش حاجه، مش كان خالص، كل عارف ان مهمه زي اللي احنا بنقعد بيها في المستشفى، وكنت اروح معاه. كنت اتصرف، هو في طريق العربيه كنت اتصرف، بس هو ما ادانيش فرصه ان انا افهم اصلا عايز ايه، والمدام اديت له مجرد معلومه ان الدكتور عنده نبطشيه في العزل. يعني هو حتى لو ما كانش كسر العربيه وكان اتكلم بالطريقه دي انت كنت برضه هتروح معاه؟ طبعا ما عمري اتاخرت ولا معروف عني انا بتاخر في حاجه زي كده. انا اصلا وسط مجتمع ريفي، ما ينفعش يعني العقاب المجتمعي افظع من العقاب تاني. لما الاقي كل الناس بتقول الدكتور فهد ما بقاش بيروح مع ده او مع ده، حق ان انا اقعد في بيتي ايوه، بس انا بفضل ان الناس تكون بتتكلم عني بطريقه حلوه. فما عمري اتاخرت على حد، كنت اروح معاه، بس هو ما ادانيش فرصه في حاجه زي كده خالص. طبعا الموضوع دلوقتي ماشي طبقا للاجراءات القانونيه. بالظبط انا الخسائر في السياره كتيره ولا يعني؟ والتلفيات اللي في السياره زي ما مثبت في محضر الشرطه ومحضر النيابه ومحضر النقابه اللي بيتعمل، ودي الخسائر فعلا الفعليه. الازاز الامامي نزل خالص، الازاز الخلف الجانبي الايسر، الباب الامامي والباب الخلف. غير كده الحاجات اللي في العربيه انا قلت ليه من زمان، كنت لو حد، لو انا يعني هقول حاجه كنت قلت دي كلها دلوقتي، لا في حاجات يعني كم حاجه كده في العربيه دي من زمان، دي التلفات الجديده هي دي اللي هو السبب فيها. كنت متوقع ان سلوك زي ده يحصل معاك؟ اطلاقا. اول مره يحصل معاك حاجه زي كده؟ يحصل معايا واول مره اقابل يعني رد فعل بالمنظر ده. مش رد فعل، هو مفيش فعل اصلا عشان يبقى فيه رد فعل. اول مره اشوف حد بيطلب خدمه بالمنظر ده. حضرتك سالت ليه ما رحتش معاه؟ اولا هو انا لما بروح من يعني انا عايز يعني اساعد اللي قدامي، مبدا المساعده. انما المعروف يا فندم ان مفيش حاجه الطوارئ حالتها في المستشفيات، في المستشفى الاسعاف قالوا اسعاف. انت برضو مهما كان حضرتك يعني طبيب، بس الامكانيات المتاحه معاك دلوقتي انت معاك السماعه، يعني مش محتاج، مش معاك اي امكانيات ثانيه. امكانيات ثانيه حاجه ممكن يكون تخصص غير تخصصي خالص، يعني ممكن الاقي مثلا اروح الاقي حاله نساء، ممكن اروح الاقي حاله عنايه مركزه. فلا يعني ما ينفعش انك تيجي تاخدني من البيت، انا مش متاح، ده بيتي مش في عيادتي ولا في مكان خاص، تيجي تاخدني انا في بيتي زي اي مواطن. زي اي مهنه ثانيه ما ينفعش انك تاخده غصب عنه. بس انت برضو يعني ما زلت مصمم، انت كان من جواك انت كنت اروح معاه. كنت متاكد ان كنت اروح معاه، انا لو كان كلمني كنت اروح معاه. انا بس بدافع عن زمايل الاطباء اللي بيقعدوا في بيوتهم في امان، مش عايزين حد يجي يقول لهم تعالى معايا. انا قاعد شغلي في المستشفى او في العياده ليه مواعيد معينه، وبيتي اولادي زوجتي لها ميعاد معين. يعني انا ما بلومش على بقيه الزمايل ان ممكن ما يطلعوش في حد، لا ده الطبيعي ان انا ما اطلعش. انا لو قلت لك لا ده حقي، بس انا كنت هطلع معاه. بس لو قلت له لا ده حقي، ومع ذلك انا عمري اتاخرت عن حد خالص. بننتقل للزوجة اللي كان صوتها كان ليه رد فعل من صفحات التواصل الاجتماعي، ناس كتيرة شكرتك على ان انتي صورتي. هو انا هبدأ من النقطة دي، حضرتك ايه اللي خلاك مسكت الموبايل وصورتي؟ والله حضرتك اللي حصل زي ما الدكتور قال، هو الجرس رن، انا طلع عادي جدا، متعود على الكلام ده جدا. اي حد بيجي بيخبط بنطلع له بنستقبله عادي، معايا حاله تعبانه مفيش مشكله. لو معاه، لو الحاله معاه استحاله انا استحاله كنت اقول له لا يا دكتور في حاله تعبانه معلش ممكن. يعني هو كان جاي برده من الحاله مش موجوده معايا برده. مش معاه، هو جاي بيقول لي انتهي لي الدكتور عشان يجي معايا كشف منزلي. اتكلم باسلوب غريب برضو، انا برضو بعذر اللي قدامي انه ممكن يكون في حاله تعبانه. جميل. فرديت بقول له طب حضرتك والله الدكتور عنده نبطشيه عزل حالا، هو كمان في الحمام يعني قدامه شويه بيلبس وكده على ما يخرج، فممكن حضرتك ايه لو كده ممكن لو مستعجل ممكن تاخدها توديها مستشفى، ممكن تطلب لها اسعاف. ما كملتش كلامي، ما كملتش، والدكتور ما كانش اتقابل معاه نهائيا. ما كملتش كلام، بصيت لقيته بيقول لي انت مالكيش كلام معايا، روحي بدل ما وسب بقى وهكسر كل ده. هو كان على السلم هنا فوق مش تحت، كل ده كان على السلم. ده اللي دافعك ان انت تصوري؟ ده اللي خلاني انا، هو قال، هو اول ما قال لي هكسر
او هعمل، حسيت كده انا رجعت حتى بضهري، يعني انا راجع كده بضهري خايف لا يعمل اي حاجه، راجع كده وشي ليه وراجع لورا. فبعدين خبطت على الدكتور بقول له دكتور في حد، بيقول لي خلاص مش قصدت خلاص مش مشكله، هو مش متوقع حاجه خلاص مش مشكله انا هخلص لبسي وانزل اشوفه عايز ايه. والله قسم بالله ده اللي حصل بالظبط. رحت ماسكه انا بقول له طب ايه انا خايفه لحسن يعني يتطاول، انا كل ده متخيله يتطاول بالالفاظ مش يتطاول بحاجه ثانيه. ايوه ايوه. والكاميرات انا عارفه من قبلها بيومين ان السلك اللي بيسجل فاصل، فانا قلت يعني ما اعرفش ربنا الهمني ان انا يعني اسجل او افتح فيديو لربما اي حاجه تحصل يبقى تكوني بتوثقيها. بس طالعه عادي جدا، مش حاطه في دماغي ان في خناق ولا في تكسره ولا اي حاجه، لو كده كنت مثلا هبقى طالعه بجري مقلوفه طبعا. لا انا طالعه طبيعي جدا وما كنتش متوقعه ان حاجه زي كده كده تحصل. انا طالعه طبيعي جدا، فاقول الفيديو على اساس هبقى ماسكاه واقول له حاضر الدكتور نازل لحضرتك، بس هقف في البلكونه لحد الدكتور ما ينزل واشوف ايه اللي هيتم في الاخر لربما يتطاول او الكلام ده كله ده. فانا طالعه عادي، اتفاجئت ان هو هناك عند الطوب، فعمال اقول له انت بتعمل ايه هتعمل ايه انت هتعمل زي ما حضرتك شفت في الـ في الـ في الفيديو. ايوه طبعا. الدكتور لحد اللحظه دي وانا بقول له انت هتعمل ايه ما كانش شافه نهائي، طلع بقى لما لقيني انا عماله اقول له انت هتعمل ايه، فطلع بيقول له انت هتعمل ايه، بيقول له هكسر العربيه. راح نزل في العربيه مكسره، انا اول ما صرخت وقت ما خبط العربيه صرختين عادي، يعني اللي هو ردة فعل تلقائيه. هي زادت بقى لما الدكتور نزل تحت، انت كنت خايفه عليه لان انا ما كنتش اعرف انه نزل. انا اتفاجئت بيه تحت. يعني حتى انا عمال اقول له رفعت، انا مش متخيله ان هو تحت اصلا، يعني شايفه منظر جوزي بقى كده في الوقت ده ان واحد زي ده ممكن يخبطه بطوبه او يروح فيها في وقت في لحظه. فانا عماله صوتت بزياده، انا بحاول ان انا اجيب اي حد يلحق جوزي، انا كل اللي في دماغي في الوقت ده ما كانش فيه ناس بره بقى، ما كانش فيه اي حد، وعماله اصرخ ما كانش فيه اي حد، انا عايزه راجل واحد بس يطلع يحوش عن جوزي، انا كل الحكايه ان انا عايزه راجل واحد بس يطلع يحوش عن جوزي. والحمد لله ربنا كرمني بواحد من الجيران من بعيد شويه جاي يجري، لحقوه ومسكه. انا طبعا عماله اصرخ مش متخيله المنظر اللي بيحصل معانا اصلا، فضلت مصوره لحد ما شالوا الراجل من شده وخلاص، والفيديو انت انا قفلت في الوقت ده على كده. تمام دكتور، بما انك طبيب في مستشفى عزل بتعرض حياتك يوميا واسرتك لا قدر الله للاصابه او للعدوى، كلمه بتقولها للمواطنين العاديين او ذوي الحالات، يعني كلمه بتوجه لهم كلمه. هو انا يعني شغال من 13 سنه 2007. نادر لما يعني بشوف اسلوب كتير مستفز شويه، بس انا بحاول استوعب او لازم استوعب حاجه زي كده. طبعا بقدر الحاله، بس يعني ليه شويه يبقى تعاملني يعني معلش، انا احس ان حضرتك جاي تطلب من دكتور في بيته خدمه، انت لو جاي للمستشفى ليك كل الحق ان انا اعمل اللي انت عايزه او الواجب عايزه، انما انا في بيتي ممكن ارفض تماما ان اشتغل وده حق، ولكن انا ما بتاخرش. بس ما بتاخرش يعني معلش انا يعني كويس كتر خير، انا راجع على صحتي وعلى بيتي وعلى زوجتي وعلى اوقات صلايا واوقات اكلي، وبنزل معاك اروح اشوف كشف منزلي. لو حضرتك جايب الحاله هنا ماشي اوكي مفيش مشكله، عايز نروح البيت مفيش مشكله، بس يكون باسلوب يعني معلش يعني معلش يعني اسلوب راقي شويه، زي ما اسلوبي معاك راقي وبحترم اللي بيجي يطلب مني حاجه لازم يكون اسلوبك راقي. وده بصراحه اللي انا بشوفه في كل الناس، اغلب اهالي البلد اهالي الكره اللي جنبنا الميمون الجمهوريه كل الناس كلها كويسه، ده تصرف فردي انا متاكد انه مش جماعي. العزبه اللي الشخص ده منها الناس كلهم محترمين جدا، انا بعزهم من زمان، هم بيعزوني جدا وما بيني وبينهم علاقات طيبه جدا، غريب تصرف زي كده عليه. بس يعني انا ما التصرف ده فردي مش جماعي، بس الخوف انه ينتشر لو ما فيش حق اتاخد، ينتشر ويبقى مشكله مع كل اطباء، ما حاجه حصلت نعتدي على طبيب نكسر عربيته. انما لما يكون في موضوع بقى راي عام، يعني لما يكون في رد رادع وان شاء الله رب العالمين ده هيحصل، ما حدش هيقدر يعمل كده، وده احنا مش في غيره، لازم حاجه زي كده قانون بينظم حاجه زي كده. اكيد طبعا يا دكتور، واكيد القانون
هيتخذ الاجراءات القانونيه، واثق جدا جدا في والدوله المصريه بتكن كل تحت احترام وتقدير للكوادر الطبيه، الجيش الابيض اللي كان في المعركه في الصفوف الاولى معركه كورونا وما زالوا مواصلين. دكتور رفعت احنا بنشكرك شكرا جزيلا. متابعي اليوم السابع، كنت انا معكم هاني فتحي من محافظه بني سويف، والسلام عليكم ورحمه الله.